في عزبتي قصص وروايات مواقف وحكايات جوائز وبطولات رموز وإنجازات في هذا البرنامج الجديد على شاشة ليبريجان. تجول كاميراتنا الشقية في عزب الشحانية وتأتي إليكم بالأسرار الخفية. في عزبتي نخترق الحواجز وننفرد لكم بكل جديد عن صاحب العزبة وعن المطايا والإنجازات وكل ما يخص العزبة. وفي الحلقة الأولى من عزبتي انتقلنا إلى عزبة السيد سعيد محسن الشهواني الذي استقبلنا على الرحب والساعة وتحدث إلينا بكل أريحيه عن كل ما يخص عزبتي. فإلى التفاصيل. والله أخوكم سعيد محسن راشد الشهواني منذ فترة طويلة وأنا في ميدان سباق الهجن من أيام لابرقة السباق القديم، وجينا هنا بالشحانية. بقى لك كم سنة في سباقات والله كثيرة يعني يعني أنت منذ أيام من أيام لابرقة أيوة من أيام لابرقة القديمة من الثمانينات. الفرق بين لابرقة القديمة وبين الشحانية دلوقتي؟ والله قديمة لابرقة سباق قديم تراثي من 16 كيلو، وفي نهاية الأبرقة كانت 8 كيلو و 6 كيلو صارت فيها، وبعدين انتقلوا إلى الشحانية وصارت فيها برامج كويسة، يعني تعديل اللقاية، الجداع، الثنايا، الحيل، صارت تفرقة هاي شو اسمه الأسنان، السن من صغيرة للكبيرة، يعني هاي شيء حلو يعني صار فيها. كان الأول أيام الأبرقة كانت تندمج الصغار مع الكبار في سباق واحد، يوم صار في الشحانية هنا صار في تفرقة في الأعمار، وهذا شيء طيب يعني. والحين الحمد لله قاعدين شغالين بدورة جديدة، وهذا شيء طيب وكويس. كلمنا عن العزبة بشكل عام، يعني تكاليف العزبة مثلا بتكلفك قد إيه في الشهر أو في الأسبوع؟ والله تكاليف العزبة مختلفة، يعني تكلفة عزبتي تختلف من عزبة فلان وفلان وفلان، يعني العزب مش لا بتكلم عن عزبتي انت شخصيا، يعني مثلا عزبتي ميزانية يعني لها قد ايه في الشهر؟ ميزانية فيها تلحق لها حدود 20,000 مع المصاريف مع العمال مع الطعام مع كل شيء فوق 20,000. العزبة عندك انت بتعتمد على الانتاج اكتر ولا بتعتمد على المشتريات والله فيه اعتماد على الانتاج وعلى المشتريات، بس يكون المشتريات يكون تقريبا تكون هي الافضل. هي الافضل، اما في الانتاج يطلع شيء من فتره لفتره، يطلع عندي في الانتاج يعني شيء يطلع من عندي في الانتاج من فتره لفتره. اشهر الاسماء اللي طلعت من عندك خلال السنين الاخيره؟ نور السبوب. السباق عندي صوغان، انا عندي صوغان سبوب بعير، حاصل على انجازات على السيارات، على السيارة، وفي سابق في دبي، سابق في الوثبة انجازاته، سابق في الدوحة، هاي كبعير صوان، والحين حولت انتاج مع عماته يعني، وعندي غيره من المطايا الثانية زينة يعني. كيف الترتيبات في العزبة عندك؟ وهل انت بتشرف بنفسك على بعض الامور فيها ولا انت سايب الامور لشخص تاني؟ لا انا كون موجود معها، وعندي اخواني ومع الوالد، الرد للوالد اكثر، مشورتنا كلها للوالد يعني، كلنا تحت امر الوالد. هل في مشاكل او في مثلا في الغذاء في الترتيبات بتواجهكم مثلا في الفتره الحاليه او بتواجهكم بشكل عام في كصاحب عزبه يعني؟ والله غلاء الجت نعم. نعم الجت صيدنا في بعض الامور، سباقات بتاعت مجلس التعاون او رئيس مجلس الوزراء او غيره او غيره من المراكز، هذه بيغلى عندنا الجت بسعر ما يتخيله الشخص من 20 إلى 25 للعقبه الواحده، احنا بنتضرر فيها. وبعديها لا بتنزل الاسعار كل معقول. هل في ميزانيه خاصه مثلا لكل مطيه؟ يعني تقدر تقول لنا مثلا كل مطيه بتكلفك قد ايه؟ والله مختلفه ميزانياتها مختلفه، في
لليمتها عادي وفي يعني حد أدنى كام مثلا، حد أعلى كام؟ في اللي بتاخذ حدود الميزانية الشهرية يعني ليها. في بعضهم بتاخذ الألف وفي بعضهم بتاخذ بيوصل للألفين. هاي حق المطية النفسية في الشهر. بالشهر هاي مصروف هذا اللي ليها للأكلها الموادها الخاصة فيها. كيف يكون التجهيز للمطية نفسها لتأخذ السباق؟ تدريب الواحد يكون شاد التدريب، تدريب خفيف وبعدين تفاحيم تشريد، وبعد التشريد تفاحيم من كيلو لكيلو من كيلو لكيلو، وهذه بتعرف مطيتك انت اللي هي كويسة ولا مش كويسة بدون ما تتعب نفسك يعني فيها. بتعب هي بتعلمك يعني مع تدريبك ومع الأكل اللي بتعطيها هي مع البرنامج اللي بتمشي عليه بتكون كويسة معك. إذا كانت كويسة بتخليها معك بتصرف عليها، وإذا كانت مش كويسة لا والله بتطلعها من العزم بتفتك من شيء. أهم الفئات العمرية يعني زي مثلا البكاليد أو الحين والزمور والثنايا تعتمد عليها في السباق بتاعتك أو اللي موجود عندك في العزبة حاليا يعني؟ موجود في العزبة والله كل الأسنان متختلف عندنا، بنعتمد عليه كل الأسنان. في بعضهم تطلع في يعني عندي في الحيل مثلا بنقول مثلا لو خمسة ولا ستة فيهم واحدة اللي بعتمد عليه، وفي المفاريد نفس الحكاية في واحدة أو اثنين. يعني موجود عندك مجموعة؟ يعني مجموعة ممكن تعتمد على كل فئة واحدة أو اثنين منهم مش كلهم يعني. توب اهتمام بسن معين؟ لا ما في اهتمام بسن معين، لا يعتمد على الناقص السبوق يعني اللي تطلع فيها السبق كويس. هل لك انت تحدثنا عن الانجازات اللي حققتها العزبة عندك؟ والله انجازات في انجازات قديمة من اول ما تأسست الشحنية ميدان الشحنية حصلت على السيارات، وكان الاول الشعب والشيوخ سباق واحد ما في انعزالية كانوا كلهم دمج، وسبقت الحمد لله مع الشيوخ خذنا السيارات، ويوم صار العزل الحمد لله بعد سباقنا وخذنا السيارات وبعنا الحمد لله شيء كويس. طموحاتك في الفترة القادمة إن شاء الله؟ والله طموحاتي إن شاء الله تزيد السباق، النتائج السباق كويسة تكون عندي الأول في المراكز الأولى يعني من الأوائل الثلاثة الأوائل، وأتمنى أن نكون الأول يعني وأزيد من النتائج الكويسة. هل العزبة حاليا بترضي طموحاتك برضو ولا أنت في خطة للتوسع أو لتزويدها بشكل عدد أكبر من المطاعم الفترة القادمة؟ والله إن شاء الله في فكرة أن احنا نزود إن شاء الله بالفترة القادمة، أما الحين ما باستطاعتها. هل تطوير مضمار الشحنية ده برضو بيأثر بالإيجاب عليكم أو بيخليكم لكم توجه مختلف في الفترة اللي جاية؟ والله بيأثر كثير وبيكون لنا شيء كويس يعني مع تعديل الحين اللي عاملينها اللي هو الإضاءة الليلية والميدان الجديد والمخطط الجديد كامل عاملين للميدان السباق، هذا شيء كويس شيء زين يعني ومريحنا ومريح الناس كلهم، وهاي طمعنا ان احنا نشتغل اكثر في الشحنية. ده بيدفعكم مثلا للشراء برضو في الفترة اللي جاية لمضاعفة عدد المطايا عندك؟ لا والله يعني بخليني اني انا اكون بيزيدني على الشراء وبيزيدني على الانتاج، حتى الانتاج بامكاني ان انا اكثر منه خاصه بالمرحله هذه اللي صايره الحين بالميدان الجديد. صار لها كم سنه العزبه في الشحنيه؟ والله من تاسست الشحنيه والعزبه موجوده يعني من 89 في الشحنيه. أهم سنة بالنسبة لك كانت سنة يعني السنة اللي مثلاً حسيت إن العزبة يعني حققت إنجازات مهمة بالنسبة لك؟ والله كانت من أول بدايتها، من بدايتنا أول ما دخلنا الشحنية كانت إنجازات عالية وكويسة أول ما وصلنا الشحنية يعني، والحمد لله في 2004 بعد إنجازات كويسة وبعديها انجازات طيبه كويسه الحمد لله، بس اغلبيه الانجازات عند اخواني عيال عمي يعني انا واخواني وعيال عمي كتله واحده يعني عزبتي او عزبتهم كلها تمثل شعار واحد، شعارنا واحد انا واخواني عيال عمي. شعار الشهواني؟ شعار الشهواني شعارنا واحد، مطايانا ومطاياهم واحده، والله لا يفرق ان شاء الله. ان شاء الله.